مرحبا، يعطيكم العافية. شو أخباركم؟ بخصوص discontinued operation، بدي الكل يكون مركزين معي بنقطة، لأنه مباشرة رح نبلش بحل المثال. افترض أنه حضرتك عندك معمل لتصنيع الأدوات المنزلية، الأدوات الكهربائية mainly. عندك خط برادات، خط غسالات، خط أفران. خط الأفران ما بيربح، عادة هو خط ما بيربح معك. فأنت طلعت ببالك فكرة إنه ليش هذا الخط أنا بدي ضل قاعد عم بشتغل عليه وعم خصص له رأس مال وما بيربحني، ليش ما بسكره وبجرب استثمر مصرياتي بشي تاني؟ هلا فأنت شو بتقول؟ المطلوب منك محاسبيا تقول انا قررت بيع هيدا الخط. وانس انت قررت تبيع هذا الخط، فانت هذا الخط صار بيتسمى discontinued operation. هلا عادة نحن لازم يطلع معنا، مثل ما راجعنا بالإنكم ستيتمنت، لازم يطلع معي الأوبريتنج إنكم فروم أوبريشن. هلا الأوبريتنج إنكم، أنا بس يطلع معي الأوبريتنج إنكم بسكوت، ما عندي مشكلة. هلا إذا أنا قررت بيع قسم من الأقسام، فأنا لازم أقول شو الأوبريتنج إنكم من الكونتينيود أوبريشن. ليه؟ انا عادة اذا ما ناوي بيع شيء بقول انا عندي operating income، بس اذا انا قررت بيع قسم من الاقسام فانا فصل income لنوعين: operating income from continued operation، operating income from discontinued operation. يعني صاف الربح من العمليات اللي انا already مكفى فيها وصاف الربح من العمليات اللي انا ماني مكفى فيها. فانا بحط المبيعات ناقص تكلفة المبيعات وبصل لمجمل الربح، بطرح منها الصاريف الإدارية والمالية، وصل لصافي الربح من الـ Continued Operation، بطرح التاكس، بصفي معي صافي الربح بعد الضريبة من الـ Continued Operation. بعدين بدي حط مباشرة بالصافي نتائج عمليات الـ Discontinued Operation. لهيك الـ Discontinued Operation أنا بدي حطهم After Tax. وأنا بالـ Discontinued Operation طبعا كل شيء حكي اللي عم بحكي لك رح طبقه هلا عملي مثال. كل discontinued operation بيهمني موضوعين. once انا قررت بيع خط البرادات، افترض انا اليوم قد ايه بالشهر يا شباب؟ 15/6/2016 صح؟ بس انا قلت بدي بيع هذا تاريخ البيع. عم تشوفوا اللي عم بكتبه؟ اذا عم تشوفوا اللي عم بكتبه بس حطوا لي نقره على الشاشه. يلا هلا بس لا اكتبون، بس مهم عم تسمعوا معي المثال هلا بيطلعوا عندك. هلا افترض اني انا بتاريخ مثل ما حكينا اليوم قررت بيع خط البرادات. ليه؟ لانه خط البرادات ما عم يربحني. فتاريخ تصنيف عم برجع اكتبه هو 15/6/2015. طيب شو بيهمني؟ بيهمني تاريخين بعد هذا التاريخ. في حال ما تم البيع خلال هاي السنة، فأنا شو بيهمني؟ بيهمني 31/12/2016. ليه؟ لأنه بدي أعرض فيها نتائج العمليات. وشو بيهمني؟ تاريخ البيع الفعلي، على فرض أن البيع تم خلال العام القادم وليكن 30/6/2017.
فانا بلحظة اللي بقول انا عندي قسم بدي اتخلص منه وبدي اعمله discontinued، فانا بيهمني اليوم صرحت قديه اليوم 15/6. طيب من اليوم من لحظة التصريح ل 31/12/2016 بدي اعرض صافي الربح او الخسارة الناتجة عن العمليات الخاصة بهيدا القسم net of tax، خالصة من الضريبة. وبرد بلحظة البيع بحسب قد ايه ربحت وقد ايه خسرت وبعرضها بقائمة الدخل صافي من الضريبة. اوكي خليني اقرا شوي بعدين مباشر روح على المثال. هلا بيوضح معنا منيح المثال. The results of operation of a component of an entity that is that has been disposed of or is classified as held for sale. عمل لك نتائج العمليات الخاصة بجزء من الشركة اللي أنا صنفته على إنه that has been disposed of، إني أنا صنفته إنه أنا بدي أتخلص منه أو تخلصت منه، أو أنا صنفته على إنه خلاص أنا بناوي بيعه معروض للبيع classified as held for sale. لازم أنا حط هاي النتائج وين؟ بال discontinued operation section. طيب of both of the following if both of the following condition are met، إذا تحقق شرط، إذا تحققوا الشرطين التانيين التاليين، the operation and cash flows of components have been eliminated from ongoing operation. يعني عم بيقول لك الكاش فلو اللي رح تنشأ عنا تخفت ببقى كتير مهمة. وعم بيقول لك اثنين the entity will not have any significant continuing involvement in the operation. يعني ما والله انت بدك تبيع خط البرادات وتروح تفتح خط برادات بداله، لا انا بدي بيع خط البرادات وما بقى رح اشتغل بالبرادات ابدا. هلا هدول الشرطين ما كتير بيهموني، انا بيهمني المعالج المحاسبي لاينون. gain or loss from discontinued operation، ركز معي بالمثال لانه شوي دقيق. division x furniture line، عندي division x اللي هو department x هو عبارة عن خط مفروشات بيخسر $200 بالشهر. A management of Lambert's company which includes division X discovers this on March 31 2003. اكتشفت، بس انا شو بيهمني تاريخ التقرير، ايمت بتقرر انها تتخلص منه. The board of directors decides on April 30 2003 to dispose of division X. The carrying value of division X on April was 4000 and its fair market value كان 2200. خلينا نعلم على الشيء اللي بيهمني. The board of directors decide ايمت 30 April. اوكي خلينا نعلم بس على التواريخ. After months of negotiation division's net assets were sold ايمت انباعت on June ب 30 جون 30 ها 6 ايمت هاي جون هاي 30/6/2004. معناتها انا عندي 30/4/2003 وعندي 31/12/2003 وعندي 30/4/30/6/2004. عندي ثلاث تواريخ بالمساله، بيجيك تاريخين 30/4/2003 واجاك هلا 30/6/2004. ما بدنا ننسى انه نهاية سنة 2004. طيب after months of negotiations the division net assets were sold on June 2004 ب $2000. In the meantime division X has continued losing $200 per month. التاكس 40%. خلينا نلخص المسألة. هاي الشركة عندها خط انتاج مفروشات، هذا خط الانتاج عم يخسر $200 بالشهر. قررت الشركة تتخلص من هذا الخط. قيمة الخط الدفترية 4000، وقيمة الخط إذا هلأ بدي بيعه بالسوق 2200،
معناتها اوريدي الخط قديه خسران؟ 4000 ناقص 2200 بيطلع خسران مبدئيا 1800. حدا عنده مشاكل؟ طيب خليني احكي على 2000، خليني اكتبه هلا بتبين عنكم على 2003. هي 2003، خلال 2003 عندي from، ما عندي من ابريل لا ديسمبر، كم شهر؟ 4 لا 30 ابريل، يعني عندي 5 6 7 8 9 10 11 12، عندي 8 شهور. فانا هدول 8 شهور شو راح اخسر فيهم؟ 8 ضرب 200 دولار، فراح اخسر فيهم قد ايه؟ 1600. بس هي خسارتي؟ لا، انا لو ببيع هلا شو راح اخسر؟ 1800، اللي هي شو ناتجه عن الفرق بين ال 4000 ناقص ال 2200. واضحة؟ خسارتي بال 2003 هي جزئين، انا رح ضل مكفى شغل بعد ما اعلنت 8 شهور. هال 8 شهور قد راح اخسر فيهم؟ 8 ضرب 200 1600. طيب قصة شو راح اخسر؟ راح اخسر كمان 1800 ناشئة عن شو؟ عن اني هلا القيمة السوقية للاصل اقل من القيمة الدفترية. هلا هذا 2003، طبعا هلا بنشوف بالمسألة كيف بعرض لك اياهم بعض الضريبة. بال 2004 انا قديه خسرت؟ قال لك ديفيجن X has continued losing 200 per month. وين ما تباع؟ بعتها ب 30 جون. معناتها كم شهر اخذت من 2004؟ عندي جانيوري، عندي فبروري، عندي مارش، عندي ابريل، عندي ماي، عندي جون، عندي 6 شهور. 6 ضرب 200 بيساوي 1200. طب بس هيك خسران؟ لا، قصه خسرت. انت هديك المره كانت البوك فاليو 4000، قديش كانت القيمه السوقيه؟ 2200، فاعترفت بخساره 1800. بس انت لما رحت بعت ما بعتها ب 2200، بعتها ب 2000، فمعناتها قصه خسران 200، فبتكون خسارتك 1400. خلينا نروح نشوف المساله. انا قديه خسرت؟ عم يقول لك انت خسرت 4200 لاي سنه؟ لل 2003. من وين اجت ال 4200؟ ثبت عندك 1000 8 ضرب 2 هي 1600 زائد 1800 لسا. طبعا في غلط بالعرض طبعا الكتاب.
بس قصة ثواني بس خليكم معي. عشان نصلح مباشرة. تفضل يا سيد قصي. ال4 شهور هلا هو اخذهم، بس عادة انا ليش سكتت؟ عادة ما بناخذهم، بس بالكتاب بهذا النمط من المسائل اخذهم. عادة نحن بناخد بالفترة بين تاريخ الافصاح وبين نهاية السنة. بس اوكي بهي المسألة هو اخذهم ونحن يعني بدنا نمشي على المنهج هيك عادة. بس اوكي هلا خلينا ناخد هيك خلال السنة هاي كلياتها اعتبر انه مو 8 شهور، اعتبر عنا 12 شهر. هلا اذا 12 شهر بصفي 12 ضرب 200 بصفي عندي 2400 بلس 1800 بيطلعوا 4200. هال 4200 قد ايه ضريبتهم؟ 1680. 4200 ناقص 1680 شو بيطلع؟ 4200 خسرانة، 1680 هي حسومات ضريبة عم تعفيك منها الدولة، بتطلع صافي خسارتك 2520. شوف مكتوبة غلط عشان تصلحها عندك. هيدا لل 2003. لل 2004 أنا عندي 6 شهور ضرب 200 1200 زائد 200 1400. ال 1400 بطرح منها 560 بيطلع صافي الخسارات 840. 1400 هي 6 شهور ضرب 200 زائد 200 اللي هي التدني بالقيمة السوقية. لل 2000 من ال 2200 لل 2000 فبخسرت 200 زائد 2000 1200 بيطلع 1400. ضريبتهم 40% بتطلع قيمة الضريبة 560 بيطلع معي صافي الخسارة 840. صلحوا لي بس الارقام على الشاشه لانه هن وعم يطبعوا لنا اللي عم يطبعوا لنا الكتاب شكله مخربط لي فيهم. الضريبه لا عفوا حبيبي، انا لازم اعرض نتيجة الأعمال بالصافي. يعني أنا اليوم لازم أعرض نتيجة الأعمال بالصافي. شو يعني؟ أنت اليوم خسرت قد إيه؟ خسرت 1200. أوكي شو بتكون صافي الخسارة بعد الضريبة؟ هي صافي الخسارة هي الخسارة الإجمالية زائد الوفر الضريبي. فيعني أنا مفهوم كلمة على الصافي هي هيك. فانت بال 2004 خسرت 1200 ورديت خسرت 200 نتيجة لما بعد، فقد ايه صافي خسارتك؟ 1400. الضريبة قديش رح يرجع لك من ال 1400؟ رح يرجع لك 560. شو بتكون صافي الخسارة؟ 840. وضحت هيك شادي؟ طيب
شادي رح ارجع عدلك. انت اليوم بعت معك سيارة، سيارتك بعتها، لما بعتها خسرت فيها 200,000. طبعا بامريكا الدولة بترجع لك ضريبة، انت عم تدرس منهج امريكي. سيارتك بعتها خسرت فيها 200,000، قد ايه خسرت؟ 200. طيب راحت شركة التأمين اللي مشتري عندها بوليصة التأمين رجعت لك 50,000، انت ما كنت حاسبهم، شو صارت صافي خسارتك؟ 150، صح؟ هلا هون انت شو عملت؟ خسران 1400، الدولة رجعت لك 560، عطتك ياهم كاش، شو صارت خسران انت؟ 1400 ناقص 560 صارت صافي خسارتك 840. ضبطت؟ تفضل يا سيد قصي. لا ما فيك، اذا هي كلها مفروشات وهي كلها خسرانة فمباشرة بتعرض رقم صافي الربح والدولة بترجع لها من اجمالي الرقم. يعني افترض انه الدولة انه الشركة كلها عبارة خسرانة 100,000 دولار، فالدولة بشو بتشاركها بخسارتها؟ ب40,000 دولار. هل 40,000 دولار يا الدولة بترجع لها 40,000 دولار من المبالغ اللي سبق والشركة دفعتهم ضريبة للدولة، يا الا بيتم اعفاء من الضرائب اللي رح تترتب عليها بالسنوات اللاحقة. عفوا قصي، شادي شو الوضع؟ لا الدولة بتاخد منك ضريبة لما بتكون ربحان وبتعفيك من الضريبة وبترجع لك من الضريبة اللي سبق اخذتها منك لما بتخسر. الاعفاء يا بيكون عن سنوات ماضية يا سنوات لاحقة. السنوات الماضية اسمه تاكس كاري باك، وإذا اسمه وإذا عن سنوات لاحقة بسموه تاكس كاري فورورد. في شي سؤال شباب؟ اوكي انا قلت لكم بالمحاضرة الماضية انه انا بميز بين نوعين من البنود. انا عندي البنود اللي هي unusual or infrequent، unusual or infrequent but not both. وشو اعطيتك مثال عنها؟ اني انا شركة توزيع بضائع ورحت بعت سيارة التوزيع. انا عادة اشتريت سيارة التوزيع لبيعها؟ جواب لا. بتصير؟ ايه بتصير، بس ما انا متكررة وما انا اعتيادية. بس هن ليوصفوا الحالة انه هي طبيعية او غير طبيعية قالوا لك الحالة اللي ما انا اعتيادية بس ما انا ناتجة عن عوامل خارقة فسموها unusual or infrequent but not both. بس العوامل الخارقة اللي هي ناتجة عن عوامل طبيعية او كوارث سموها unusual و infrequent. يعني بيع السيارة هو حالة غير متكررة؟ غير متكررة. هو حالة غير اعتيادية؟ غير اعتيادية. بس ما بتصير؟ بتصير. الزلازل حالة غير متكررة؟ غير متكررة. غير اعتيادية؟ غير اعتيادية. ما بتصير؟ بتصير بس مو مثل هديك. لهيك قرروا يفصلوا الحوادث الخارقة او غير الاعتيادية بالمطلق، يسموها extraordinary item، احداث استثنائية، ويفصلوا لك اياها عن الاحداث اللي انت بتعملها بس مانا ضمن النشاط الاساسي للشركة. فكل الخسائر والارباح اللي بتنشأ عن انشطة انت بتقوم فيها
ما هي أساس نشاط الشركة؟ هي القسم الأول اللي بنسميها اللي بتيجي بعد الـ Operating Income، اللي هي بينشأ عنا الـ Gain والـ Loss وهي القصص، وكل الأرباح والخسائر اللي بتنشأ عن أحداث خارقة مثل الزلازل والبراكين بتتسمى Extraordinary Items. شو هيدي الـ Extraordinary Items؟ Unusual or Infrequent. خليني أرجعك على الصفحة اللي قبلها بس لتعرف تفرق بيناتهم. شوف بال non operating section شو سميت لك ياها؟ infrequent or unusual but not both، بس ما مع بعض. هذا اللي يمثل لك شو الأنشطة اللي انت بتقوم فيها بس هي ما ناشئة عن النشاط الأساسي للشركة. يعني مثل بيع سيارة التوزيع، مثل انت بتشتغل بيع المواد الغذائية ورحت اشتغلت شغل براني، بعت مثلا صفقة مفروشات مثلا. فأي شغل هو ما ناتج عن نشاطك الأساسي بنسميه non operating section وبنرمز له infrequent or unusual. أما الـ extraordinary items هن مجموعة الأرباح والخسائر اللي بتنشأ عن الأحداث الخارقة اللي بتخرج عن إرادتي، وبرمز له بـ unusual and infrequent مع بعض لازم يكونوا، مثل الزلازل والبراكين. materials gains and losses such as losses due to an earthquake يهز أرضي، or hurricane اللي هو الأعصار. the following are not considered extraordinary items. عمل لك ما يلي هو ما لا يعتبر جزء من الـ extraordinary items. طبعا أنا بهمني أعرف شو الـ extraordinary items مو شو اللي مانو. شو عمل لك مانو؟ إعدام دين مانو extraordinary طبعا. gain or loss of disposal of segment. segment هو نفسه operation or department. segment هو جزء من أجزاء الإنتاج. الخسائر والأرباح اللي بتنشأ عن استبدال جزء من أجزاء خطوط الإنتاج. مبيعات الأصول، الإضرابات، كل هذا لا يعتبر extraordinary items. أنا بدي إياك تحط ببالك إنه extraordinary items عادة هن الناشئين عن عوامل طبيعية، عن عوامل خارقة. اخر شيء حكيناه قصاي يمكن ما سمعت، عم لك انا بدي اياك تحط ببالك انه الاكسترا اوردينري ايتمز هي كل الاشياء الناشئه عن عوامل طبيعيه بحد ذاتها. اي شيء ما له ناشئ عن عوامل طبيعيه صعب يكون او صعب اقدر صنفه ضمن الاكسترا اوردينري ايتمز. هلا التغيير بالسياسات المحاسبيه محذوفه، لانه هي لازم تعملها باثر رجعي حبيبي، فما الها كثير تطبيق. هذا المثال محذوف لانه له درس كامل على الاهتلاكات. changes and estimates مهمة وضروري نفهمها. estimates التغيير بالتقديرات المحاسبية. تفضل. لا لا، في الدرس اللي جاي هو كله عن المخزون، فلهيك ما اعطيتك المثال. عرفت شو ياسر؟ ما بدي ادخل بشغلات نضوي عليها هيك كاميرا صغيره بعدين نمشي. في درس كامل على المخزون، ناخذ كل شيء بالمخزون. الفايفو هو الفيرست ان فيرست اوت طبعا. المثال محذوف، ولا حدا يحله، ما له اي معنى. changes in estimates شو بيصير لما الشركه بتغير
بالتقديرات المحاسبية اللي بنت على أساسها افتراضاته. شوف شو عملنا. Estimates are made, for example, of useful lives, ده العمر الإنتاجي للأصل, salvage values, النفاية تبعت الأصل. لمين؟ للdepreciable assets. Depreciable assets مع بعضهم هن الأصل القابل للاهتلاك. وشو كمان؟ Uncollectible receivables, للديون المعدومة, etc. كل دول أنا بعملهم تقديرات. Changes in estimates are accounted for in the period of a change if they are affect only that period. أنا باخدهم بعين الاعتبار بالسنة اللي أنا بعمل تغيير التقديرات فيهم إذا كانوا بيأثروا بس على هاي السنة أو إذا كان تأثيراتهم بتمس بالسنوات اللاحقة. طبعا رح ناخد مثال على الحكي. Or in the period of a change and the future period if the change affect both. Changes in estimates are not carried back. بس ما برجع لميزانياتي القديمة وبروح بعدلها. لا. أنا بشتغل من اللحظة اللي أنا قررت أعدل فيها التقديرات اللي أنا كنت باني عليها أحكامي. طيب. شو هذا الحكي؟ مفهوم؟ لا. خلينا نيجي على مثال لنفهمه صح. IAC has estimated that useful life of its building at 25 years. عمر البناء عندها 25 سنة. IAC purchased the building of January 2000. اشتريتها بأول سنة 2000. بدي اشتريته ب100,000. بجنيوري 2004 يعني بعد ما قطع كام سنة؟ 3 سنين. قالت الشركة انه اليوسفول لايف لهذا البيلدينج ما رح يكون اكتر من 20 سنة. لهيك رح يفرق معي شو قسط الاهتلاك. طيب انا قديش كنت اهتلك؟ كنت انا قول 100,000 تقسيم 25. 100,000 تقسيم 25 قديش؟ هي رح انا ماسك الآلة الحاسبة. كنت انا اهتلك بالسنة 4,000. اوكي طيب حلو. خلينا نقلب الصفحة. هلا ما مسكور شيء. هلا 4,000 كم سنة اهتلكت؟ 3 سنين. معناتها أنا قد ايش صار عندي مجمع الاهتلاك؟ 4,000 ضرب 3 صار عندي مجمع الاهتلاك 12,000. وكم سنة صارت قاطعة معي؟ أنا بأول اشتريت البناء بأول سنة 2000. شو قطع معي؟ 2000 2001 2002 و2003 قطع 4 سنين. أوكي؟ فأنا قديش صرت مهتلك؟ 4,000 سوري ضرب 4 صرت أنا مهتلك بقيمة 16,000. هلا بقيمة 16,000 ناقص 100,000 شو ضل عندي؟ 84,000. قدي ضل معي؟ دقيقة. 84,000 تقسيم 16 بيطلع 5,250. خليني ارجع اعد لك اياها مع بعضها. انا قسط الاهتلاك كان 4,000. كم سنة؟
من ال 2000 لل 2001 سنه، من ال 2001 لل 2000 يعني عندي 2000 2001 2002 و2003 اربع سنين، شو بيكون مجمع الاهتلاك؟ 4000 ضرب 4 16000. شو بيكون صارت القيمه الجديده بعد هدول هدول ال 16000؟ ال 100000 ناقص 16000 بتكون صارت البوك فاليو او القيمه الدفتريه 86000. هلا انا غيرت التقديرات، ايمت غيرت التقديرات؟ باول 2004. فمن ال 2004 وطالع رح اعدل مجمع الاهتلاك او رح اعدل قسط الاهتلاك. فانا كان مجمع الاهتلاك 16000، كانت القيمه الدفتريه كانت القيمة التاريخية 100 ناقص 16000، شو بتصير القيمة الدفترية الجديدة؟ 86000. 86000 عشو بدي أقسمها؟ على 16 سنة. ليه؟ لأني أنا بال 2004 اكتشفت أنه عمر الأصل ما رح يكون أكثر من 20 سنة، وخالص منه 4 سنين، شو ضل منه؟ 16. ف 86000 تقسيم 16 شو بيصير القسط الاهتلاك الجديد؟ 5250. تماما. يلا رجعوا عيدوها. هي رح كبر لك المسألة، ترجع بتعيدها. وبتاخد بريك حوالي 3 دقايق وبنرجع بنكفي. اي جايز، خلينا نكفي. ياسر عم تسألني لما بدنا نشكل مخصص جديد ما بناخد بعين الاعتبار المخصص القديم؟ اوكي، هلا انا اليوم كنت مقدر انه عمر الانتاج للاصل هو هالقد، بنص البروسيس قدرت انه لا، العمر الانتاجي ما كان، كنت انا غلطان فيه، لازم يكون غير شيء. اوكي، فانا باخد المجمع الاهتلاك اللي صار مشكل معي لحديت هاي اللحظه، بطرح منه القيمه التكلفة التاريخية، شو بيطلع معي؟ القيمة اللي قصة ما اهتلكت. هاي القيمة اللي قصة ما اهتلكت بهتلك على المتبقي من العمر الانتاجي. بعتقد هيك الشرح تمام بكم. حبيبنا earning per share، حصة السهم من الأرباح. أنا بدي إياك تكتب عندك على ملاحظة حصة السهم من الأرباح، طبعا المقصود بها حصة السهم العادي من الأرباح، وتساوي حاصل قسمة صافي الربح على المتوسط المرجح للأسهم المتداولة، مو على، كنا بالجامعة ندرس انه ناخد صافي الربح منقسمه عدد الاسهم العادية، لا غلط هذا الحكي، ناخد صافي الربح منقسمه على الويتد افريج اوتستاندينج ستوكس او كمان ستوكس. هذا الحكي رح يكون معرض بحث، في اذا في نفاية بالاصل بس بتطرح منه، بس بتاخد تكلفة سعر الشراء وبتطرح منه مجمع الاهتلاك وبتطرح منه قيمة النفاية، لأنه النفاية لا تهتلك. كيف منطلع المتوسط المرجح؟ أنا هون ما رح أعطيك كيف بتطلع المتوسط المرجح، لأنه هذا بتاخده بالتفصيل بال CMA Part 2، بس أنا رح أعطيك فكرته بشكل أساسي، رح أعطيك مثال عنه، مثال كأنه بال CMA. أنت عندك 1000 سهم شيرز موجودين عندك من 1/1/2016، ورحت اصدرت سوري خليني احط لك اياها 10000 سهم، رحت اصدرت 2000 سهم
واحد جولاي 1/7/2016، وراحت اصدرت كمان 3000 سهم ب30/9/2016. شو بيكون عندك ال weighted average outstanding stocks؟ السهم اللي إله عندك من أول السنة لنهاية السنة إله حقوق تصويت وحدي، يعني السهم اللي عمره سنة هو سهم، السهم اللي عمره نص سنة هو نص سهم. فأنت كان عندك 10,000 سهم من أول السنة، شو بضربون؟ بمية بالمية، شو بيطلع الرقم؟ 10,000 سهم. بعدين عندي 2000 سهم موجودين له نص سنة، يعني من شهر 7، فبضربون ب6/12، شو بيطلعوا هدول 2000 سهم؟ لهم حقوق تصويت بما يعادل 1000 سهم. وعندي 3000 سهم تم اصدارهم بنهاية شهر 9، فهدول 3000 سهم عمرهم بس 3 شهور من اصل 12، فبضربهم ب3/12 بيطلع معي 750. بيكون المتوسط المرجح بيساوي 11,750. لازم تنطر لحتى يتحمل معك المثال وتكتبه. هذا المثال بتكتبه هلا، بده يمر معك بكل الشهادات اللي ممكن تدرسها لقدام. هيك بنحسب المتوسط المرجح. للاسف بالجامعه كانوا ياخذوا عدد الاسهم مثل ما هو ويروحوا يقسموا صافي الربح عدد الاسهم بغض النظر شو صار اصدارات خلال السنه، وهذا الحكي خاطئ بامتياز. بين عندك المثال او قصه؟ بين المثال شباب. يلا خلينا ننطره دقيقة بس لا يطلع اللولي، لأني ما فيني أقلب الصفحة بيروح المثال. هلا عنا أنواع من الأسهم، طبعا في عنا كمان درس بالآي اي على الأسهم. الأسهم هي أنواع، يا أسهم عادية يا أسهم ممتازة. الأسهم العادية هن لهم حقوق التصويت باختيار مجلس الإدارة. الأسهم الممتازة ما لهم حقوق تصويت بانتخاب مجلس الإدارة. فلما انا بدرس شيء اسمه اي بي اس او ايرنينج بير شير، فانا قصدي حصه السهم العادي من الارباح، لان انا بعتبر حمله الاسهم العاديه هن الملاك الاساسيين للشركه. فانا صافي الربح بدي اقسمه على حمله، على متوسط المرجح لحمله الاسهم العاديه. طبعا صافي الربح بعد شو؟ بعد توزيعات حمله الاسهم الممتازه. يعني انا ربحت 100,000، قديه بيطلع؟ قديه لازم اوزع لحملة الاسهم الممتازة؟ 5,000. فشو بيطلع صافي الربح المتاح لحملة الاسهم العادية؟ 95,000. 95,000 هي بقسمها على المتوسط المرجح للاسهم العادية، فبيكون صافي الربح المتاح لحملة الاسهم العادية اللي هو بيساوي صافي الربح الإجمالي ناقص توزيعات حملة الأسهم الممتازة تقسيم المتوسط المرجح للأسهم العادية المتداولة. مفروض تكونوا كتبتوها. بينت عندكم ولا أسا؟ ليه تأخرت هالقد؟ كويس، يلا اكتبوها.
اخد خد راحتك. خلينا ننطق قصي كمان ليكتبه، انا قصي طلع ودخل. يلا قصي بس تعطيني انه اوكي وانا معك. يلا خلينا مع بعض نتعرف على قائمة الأرباح المحتجزة. طبعا شباب الأرباح المحتجزة شو معناتها؟ شو معنات كلمة أرباح محتجزة؟ الأرباح المحتجزة هي عبارة عن الأرباح اللي ربحتها بس ما استخدمتها، ربحتها السنة بس ما استخدمتها. شو ما استخدمتها؟ استخدمتها بشو؟ اللي ما وزعتها لا لحملة الأسهم العادية ولا لحملة الأسهم الممتازة. الأرباح هي بتوزع للمساهمين، هي بيتم الاحتفاظ فيها للتمويل الداخلي بالشركة. فهذه هي فكرتها. الأرباح المحتجزة معناتها بشو بتتأثر؟ أنا لما بوزع أرباح بوزع من الأرباح المحتجزة، لما بخسر بنقص الأرباح المحتجزة، لما بربح بزيد الأرباح المحتجزة. فمعناتها أنا شو بتتأثر الأرباح المحتجزة؟ بتتأثر طردا بالربح، سلبا بالخسارة، وسلبا بتوزيع الأرباح. خلينا نقرأها ونشوف قائمتها كيف شكلها. Net income increases retained earnings، صافي الربح بيزيد معي الأرباح المحتجزة. And a net loss decreases retained earnings، both cash and stock dividends decrease retained earnings. كل من الكاش من كل من توزيعات الأرباح على شكل كاش أو ستوك هذا شيء بنقص لي الأرباح المحتجزة. Prior period adjustment may either increase or decrease retained earnings. هلا prior period adjustment، أنا بدي أحكي لك شغلة على prior period adjustment. هلا لما أنت السنة بال 2016 بتكتشف انه كان في غلط برقم المبيعات اللي تم عرض قائمة الدخل عليه تبعت 2015، شو بتعمل؟ انا بقى فيني روح اسحب قائمة الدخل من البورصة اللي تم عرضها للناس؟ لا. طيب نتائج اعمال الشركة كلها بهديك السنة وين بيتلخص؟
بيتلخص برقم واحد اللي هو شو؟ هو الأرباح. فأنا الخطأ اللي كان صاير هديك السنة بقدر قديش تأثيره على الأرباح وبعدل فيها رقم الأرباح المحتجزة، لأنه صافي أرباح هديك السنة عوين راح؟ راح على الأرباح المحتجزة. فأنا بدل ما روح عدل القوائم كلها بعدل رقم واحد اللي هو الأرباح المحتجزة تأثير الخطأ اللي صار بسنوات سابقة. مين عنده سؤال على هذا الحكي قبل ما كفي؟ ما فهمت عليك يا سر. ثواني شباب خليكم معي. الو هلا حبيبي. لا تفضل ولا عم بعطي محاضرة والله. شو ما فهمت عليك يا ياسر، شو القديمي؟ قديمي هاي. اوكي هلا الارباح المحتجزه حكينا اني انا بتتاثر بالربح طردا، بالخساره سلبا، توزيع الارباح سلبا، وبتتاثر بحسب طبيعه التعديل اللي انا بعمله اذا كان بالقوائم الماليه في خطا السابقه. ليه؟ نتائج اعمال السنوات السابقه وين بيتلخص؟ بيتلخص كل الارباح وين بتصب؟ بالارباح المحتجزه. هلا اذا كان الاخطاء لازم ينشا عنا ربح، فانا لازم زيد مبلغ الارباح المحتجزه. اذا نتائج الاعمال اللي فيها خطا لازم ينشا عنا خساره، فانا لازم خفض رقم الارباح المحتجزه. هذا الحكي كيف ممكن نلخصه؟ نلخصه بهي القائمه. انا قائمه الارباح المحتجزه دائما ببلش برصيد اول مده beginning balance. طيب بعدله على prior period adjustment تعديلات السنوات السابقة حسب الأخطاء اللي بتكون ظاهرة عندي. بجوز يكون هذا الرقم صفر. أيمت بيكون صفر؟ لما ما بيكون في عندي خطأ. فأنا بكون عملت adjusted beginning balance، بكون عدلت الرصيد الأولي وبضيف له net income وبطرح منه التوزيعات، بيطلع معي الرصيد النهائي. وتحت عم يشرح لك شو معنات prior period adjustment. خلينا نقرأه. Prior period adjustment is a correction of an error in the financial statements. التعديلات على السنوات السابقة هو تصليح خطأ موجود بالقوائم المالية. They may either increase or decrease retained earning مثل ما شرحت لك. Component of balance sheet. بتتألف معي قائمة المركز المالي من مجموعة من العناصر. العناصر الأساسية اللي هي الأسيتس، طرف الأصول، والطرف المقابل لها اللي هي طرف الالتزامات liabilities والإكويتي. رح نبلش بطرف الأصول وبتمسك مباشرة قلم لترجم. assets تتألف الأصول من مجموعة من السب كاتيجوريز، من الأجزاء الفرعية. أول شيء عندي الـ current assets اللي هي الأصول المتداولة اللي بتشمل الكاش وغيرها من الأصول expected to be converted into cash، بتشتمل على النقدية ومجموعة الأصول المتوقع تحويلها لنقد خلال سنة أو دورة تشغيلية أيهما أطول.
بس اني عادة خلال سنة. شو بتشمل الكارنت اسيتس؟ بتشمل الكاش، بعدين اوراق القبض، بعدين الزبائن، بعدين البضائع، بعدين المصاريف المدفوعة مقدمة. هدول العناصر الاساسية للكارنت اسيتس. بس انا عنصر صنفه ضمن الكارنت اسيتس، معناتها انا عم اقول انه هيدا العنصر رح يتم تحويله لكاش خلال سنة. بعد الكارنت اسيتس عندي شيء اسمه لونج تيرم انفستمنت which are to be held for many years. انا هدول الانفستمنت انا بعملهم مشان احتفظ فيهم لعده سنوات قادمه. مثل شو؟ مثل اشتريت اسهم شركه معينه، بعدين عندي مجموعه الاصول الثابته اللي هي property plant and equipment. عمل لك are properties هني ملكيات of a durable nature. durable